صباح الخير لكل مشاهدينا. كل يوم اخبار جديده. اليوم نحكي شوي عن اوتدور وعن ايتمز خصوصي للمسنين، للكبار شوي بالعمر، لحتى كمان نكون عم نساعدهم، عم يكون تنقلاتهم سهله والاتصال والتواصل معهم كمان سهل. من هالايتمز نقيت في ايتم كثير مهضوم، هي كان عصايه ليقدر الشخص المسن، كان رجل او امراه، يقدروا يتنقلوا بمساعده صغيره لحتى نضل شوي هيك مطمنين بيننا اذا فينا نقول. بس هالعصايه عندها مميزات خاصه. من مميزاتها واللي هي شوي هيك متطوره اكثر، اول شيء اكيد هي ادجستبل، بكل سهوله فينا نطولها ونقصرها، ما في اي مشكله. عندها بيل لاوقات العتمه، للمناطق للمطارح المظلمه، طلعت درج ما في ضوء، حيال هدول الامور فينا نشوفها. بس اهم شيء فيها جي بي اس، هي واحدة من القصص المهمة. هل هالجي بي اس بيقدر يحدد مكان الشخص، بالأخص إذا كان هذا الشخص يمكن ما بعرف ضيع أو هو بيضيع أو عنده مشاكل. في كتير أشخاص بيروحوا بيتنقلوا من مرضى الألزايمر، مرات بيتنقلوا لحالهم وبيضيعوا الطريق وما بيعرفوا يرجعوا. بهالجي بي اس فينا نحدد مكانهم بالتحديد وفينا نلاقيهم بكل سهوله. هلا بعد الافانتاج الكبير والاهم بهالعصايه انه مثل ما عم نشوف بالصوره، في عندها ثلاث زرار. هالثلاث زرار لحتى بكل سهوله ضاع صار معه اي مشكله، اذا بنشوف في اول زر الاحمر اللي هو اس او اس، اذا بيكبس لمده ثانيتين على هالزر العصاية بتعمل تبعت نوتيفيكيشن لثلاث اشخاص. نحن اوريدي نحن بنحددهم من قبل بواسطه اكيد ابلكيشن وسمارت فون، بتبعث له نوتيفيكيشن مع المكان اللي موجود فيه هذا الشخص، مثل كانه عم نطلب من نجده بكل بساطه من هالثلاث اشخاص اللي نحن حطيناهم. الكبسين الباقيين اللي حدها هن، لانه هي فيها سيم كارد، حتى هالسيم كارد بكل سهوله اذا بتكبسي اول مره بتطلب اول شخص، ثاني كبستين بتطلب ثاني شخص، ثلاث كبسات بتطلب ثالث شخص. وفيها سبيكر ومايكروفون العصايه، بس اكيد بالنهايه لازم نعليها شوي على دينتنا لحتى نقدر نتواصل مع الاشخاص اللي عم نطلبهم. فبكل بساطه هي تليفون متنقل بس بيقدر يطلب ثلاث اشخاص، نحن بنحددهم مسبقا على الابلكيشن وفينا نتواصل معهم بكل سهوله. فصارت هالعصايه بتساعدنا على عده امور لحتى ما نضيع او نطلب نجدي او كل هدول الامور بكل بساطه. حلوه كثير. فينا نقول كمان اذا تنشوف السعر بالوقت الحاضر، سعر حيكون حوالي $150. فينا اكيد على الانترنت نلاقيها. ثاني خبريه كمان، اتس ان اندور اوت دور ديفايس. بال 2015 بلش هيدي الديفايس، هو اي سي، اتس بورتبل اي سي ايفا بولار. هلا الاي سي كان كثير مهضوم، حجمه كثير صغير، وزنه حوالي كيلو 600 جرام اكثر شوي بركي. وفي ريزرفوار اذا لاحظتي مي، هالريزرفوار المي كان بياخذ 750 ملي لتر مي، هلا صار بياخذ لتر ونص، كبر شوي الحجم وعملوا له موديفيكيشن وحسنوا بادائه مع المراوح، صاروا سايلنت اكثر، صار بيعطي بروده اكثر، وبكل بساطه مصروفه كمان قل كمصروف كهرباء. هو بالنهايه بيشتغل اذا لاحظتي هون ستاند الون في الحال، بتاخذيه محل ما بدك. هالريزرفوار بذات الوقت ما بيوقعوا الميات منه، بروف لحتى ما في لتتنقلي فيه بلا ما يوقع المي، وبيشغل على كل شيء يو اس بي. يعني فينا اذا عندنا باور بانك، فيك بالباور بانك بكل بساطه تشغليه، هو عايز 10 واط بالتحديد. في شغل على الكمبيوتر، اذا قاعده بحيلا مكان عم تشتغلي على الكمبيوتر، في يكون حدك على الطاوله على الديسك، وحتى في يكون اوت دور، او اذا عم تعملي سبار او محل ما بدك، فيك بكل سهوله تحطي حدك وتشتغلي عليه. هن بيقولوا انه الحراره بينزلها بالاوضه، بتقدر تكون باوضه مغلقه شوي، واكيد مش حجم كبير، وحسب قد ايه الحراره الخارجيه والرطوبه بيقدر ينزل الحراره لحدود ال 17 درجه. يعني فيها تصير الاوضه مبورده حرارتها 17 درجه، كثير مناسبه، يعني يمكن حتى بيسقع الشخص بهالحراره. فهيدي
هيدي فينا نقول الفيرسيون الثاني. إذا قادر يحارب اثنين بروجيكتور قصة صحيح. فهيدي شركة إيفا بريد هي اللي عملتها وأكيد طورت الأمور كلها بشغل على نانو جلاس فايبر وما في شيء توكسيك ما في شيء مضر. وبذات الوقت يعني هل ديفايس صغيره قادره تغير لنا حراره الجو بالغرفه اللي نحن فيها، حتى اذا كنا برا فينا نحطها، يعني يمكن فيك تكوني على البحر وتحطيها حدك وتعطيكي هواء اي سي زياده بالسياره، يعني مثلا بالسياره روعه زياده كثير. اذا قادر للاوضه يبردها بالسياره اكيد بيعمل نتيجه كثير حلوه، في منه لونين ابيض واسود. ثالث ايتم مهضوم كثير كمان للاشخاص اللي بيتناولوا ادويه تنعتبر يمكن مش بالضروره مسنين، بحي العمر في كثير ناس بتاخذ حبوب لعده ما بعرف مزمنه مثلا ضغط تنقول شو ما كان. الحلو في هلا هالاختراع هن علبتين، وحده الكاب تبعها عادي بتبرم اللي هي للفيتامينز، وحده للتشايلد بروف اللي هي لازم تكبسيها وتبرميها لحتى الولد ما يقدر ياخذ يقدر يستعملها. هي القصه كلها بالغطاء. هالغطاء هو كثير سبيسيال سمارت فينا نقول، لانه الغطاء مع توصليه على ابلكيشن على يور سمارت فون، الغطاء بيحسب لك اول شيء قديش الدوزاج اللي لازم تاخذيه بالنهار، يعني كل ما تاخذي حبه هو بيسجل عنده انه اخذتي باي وقت كل هدول الامور. وياما بتنسى انه ايش هيك من هالنوع. صح، ومشان هيك بيسجلهم عنده، وبس فوت على الابلكيشن فيكي تعرفي اخذت او ما اخذت اخذتي وما اخذتي. لمجرد ما فتحت العلبه وسكرتها، لمجرد ما سحبتي منها. صحيح. هلا كمان بيذكرك اذا نسيتي انه صار وقت لازم تاخذي الدواء، اذا لاحظتي العلبه عندها هالخط الازرق ببلش يعمل فلاشينج وبيب في زمور، وإذا كنت شوي بعيد وكمان ما سمعتيهم أو whatever بيوصل لك نوتيفيكيشن على يور سمارت فون. أنا بعتقد إنه كل ما أنت ما فتحتها وأخذت كمان رح يضل لك لازم تاخذي. صار وقت الدواء. حلوة. فهالنوتيفيكيشن فيها تكون فويس، فيها تكون مسج، فيها تكون كل هدول الأمور، ف ولا مرة رح تنسي. وإذا ما كنت قريبة من الدواء بس تجيك النوتيفيكيشن فيكي تعملي ري ريمايندر. وبس وصل على البيت برجع كمان بقول لك، بس يصير التليفون عم يلقط بلوتوث مع العلبه والسده بالتحديد بقول لك انه صار لازم تاخذي الدواء، انت قفيتي موعد الدواء. فهي الفكره انه ما ننسى ابدا وقت الدواء، ناخذ الدوزاج المضبوط بالوقت المضبوط، واذا اخذنا زياده او قليل رح يعطينا كمان نوتيفيكيشن انه لا مش حبتين حبه مثلا. هذه هي الفكره. هن اثنيناتهم العلبتين بالوقت الحاضر فينا نشتريهم كمان على ثرو ذا انترنت بكلفوا $40. فاذا نحن رح يعني نفضي علبه الدواء بهالعلبه 100% 100%. هلا اذا الغطاء بيزبط على علبه الدواء فيك تستعملي، هي اهم شيء هو الغطاء. اوكي بيلسي نايس فيري نايس فيري نايس. غالي شوي بس بس مهضومة، هن علبتين كمان. للأشخاص اللي ما بيقدروا يتخلوا عن تليفونه نهائيا، كل الأشخاص يعني بعتقد كل الأشخاص بالأخص إذا كنت عم تسوقي، يعني في كتير ناس إنه عم يسوقوا حتى إذا مقررين ما يردوا على التليفون، بس طالما هالتليفون بوجهن عم بيضوا ويطفي أو عم بيضل يجيهم نوتيفيكيشنز أو whatever messages بحسوا انه صار لازم يردوا. يمكن لا اذا اجى كثير مسجز. شركه نيسان طورت شغله كثير مهضومه، هيدي الارم ريست اللي بتكون بين الكرستين اللي بنلقي عليها ايدنا بالتحديد. هالفكره كثير كثير مهضومه، غلفوها ب ماتيريال انه بس تحط التليفون فيها بينقطع الارسال. اوكي. لانه حتى في ناس بحطوا يمكن فلاي مود، بس في كثير ناس ما بيقدروا يقاوموا. سو بس تحطي هالتليفون بهالبوكس بالارم ريست بين الكرستين وتسكري الغطاء، هي هون عم نشوفها، بس تسكري الغطاء بنقطع الارسال عن التليفون. بس بضل فيكي اذا اخذي كيبل اوكزيليري فيكي تسمعي ميوزك من التليفون. فالفكره بس لحتى مين حطها هونيك بس حتى يحسنوا او يساعدوا الاشخاص انه ما يستعملوا تليفونهم نهائيا هن عم بيسوقوا، بالاخص
they should not text لانه text هو اكثر شيء بيعمل لك distraction بغض النظر هيك. اذا حطيت اذا قررت تحطها هونيك تنسي لانه ما راح يرجع يدق ما راح يدق نهائيا 100% لوقت ما تشيلي. واذا بدك يضل يدق فيك تفتحي الغطاء، بمجرد فتحت الغطاء بيرجع الارسال. ثانك يو فادي. ثانك يو لك. هاف ا نايس داي. وقفه هلا وبنرجع نتابع لايف، خليكم معنا.